دلوقتي زي ما احنا شايفين ان الفيلا اللي هما الاتنين دول للبيع اللي باللون الاصفر والارض بتاعتهم، اللي على الشمال الفيلا الاثريه التاريخيه، اللي على اليمين ده بيت مبني جديد، يعني تقدروا ايه تهدوه تبنوه براحتكم، لكن الفيلا الاثريه ديت ما ينفعش تتهد لانها اثر تاريخي، لكن ممكن تعمل اي تعديلات عليها زي ما انت عايز. بالنسبة للفيلا ديت هي من زمن العثمانيين، فلما دخلتها وبصور فيها حاسس بريحة عبق التاريخ جواها. تاني حاجة ان الارض بتاعتها 830 متر. زي ما احنا كده شايفين المدخل اهو من تحت، تطلعوا المبنى الاولاني جنبيه الارض الكبيرة، ممكن تعملوا فيه حمام سباحة، جراج، اي حاجة انتوا عايزين براحتكم خالص. اما الفيلا الاثرية التاريخ اللي هي اللي فوق ديت، انها ما تنفعش انها تتهد لانها اثر تاريخي، ففي الحالة ديت انك انت تقدر تعدل عليها زي ما انت عايز، لكن ما تهدش البناء لانها من الاثر العثماني. بالنسبة للفيلا ديت هي عبارة عن 3 طوابق، 8 غرف وصالتين و3 حمامات. السلام عليكم. دلوقتي بسم الله ما شاء الله احنا في فيلا تاريخية من ايام الدولة العثمانية، بتبص على البسفور، وانا هنا دلوقتي شامم بعبق التاريخ. بالنسبة للفيلا التاريخية دي احنا في اسطنبول، في اسكودار، في تشينتالكوي، مساحتها 830 متر. طبعا تقدروا تعملوا حمام سباحة، جراج، تزرعوا اساسا هنا في فواكه كتيرة بسم الله ما شاء الله، يعني تقدروا تعملوا زي ما انتوا عايزين في المكان الجميل ده. وورايا دي فيلا تاريخية على ايام العثمانيين اللي بتبص على البوسفور، يعني بما انها اثر تاريخي ما تقدرش تهده لكن تقدر تعدل فيه، مفيش مشكلة. الميزة الجميلة اللي هنا بما ان اللي احنا في اسطنبول وفي المركز وتبص على البوسفور، بس في نفس الوقت بسم الله ما شاء الله طبيعة كاملة، صوت العصافير، حتى الفراشات، الهواء الجميل الطبيعي المليء بالسعادة. وبالنسبة للسعر، الفيلا ديت يا جماعة 9,500,000 دولار، ولما حضرتك تيجي وتعجبك بتقعد مع المالك مباشرة وبتفاصل معاه منك ليه، وانا وشريكي التركي واجبنا ان احنا هنكون ايه، هنترجم بينك وبينه، ولو حصل نصيب هنكون ان شاء الله في كل خطوة لغاية ما تاخد الطابو بكل بساطة. تحياتي علي جمال، اسطنبول، تركيا، مع السلامة. ده يا جماعة اللي هو البوسفور، لما كنت بصور من الفيلا كان دخل فيه، كان الكوبري اهو وانا بصور من الفيلا كان دخل فيه.